تكتشفوا قدام بعضنا لا كمنتخبين ولا كأطراف الجماعة العلائش إلا نقاط القوى والقوة ونقاط الضعف اللي تعرف الجماعة. طبعا سي محمد العشاوي سيقدم باعتباره الملصق ديالنا مع التعاون الدولي الألماني واحد النظرة موجزة على ما تم إنجازه. كنظن خلال هاد الثلاث سنوات المردودية ديال أطراف الجماعة العلائش تحسنت بشكل كبير. كانت استفادة، كانت تبادل تجاري مع مدن أخرى، كاين مجموعة الآليات اللي إحنا مقبلين على التفعيل ديالها بعد انتقال المقر الجديد اللي غيكون أكيد واحد المتنفس لهذه السنوات الطويلة. إحنا كننتظروا كمنتخبين كأطر، كننتظروا مواطنات ومواطنات جماعة العلائش من أجل تحسين الخدمات اللي كتقدم المرتفقين والمرتفقات. تم الاعتماد الخليه اللي تتبع الشكايات، تم اعتماد الخليه المتعلقه بالحق للوصول الى المعلومه. هذه هي كل الاليات ستعمل بكل تاكيد على تجويد الخدمات اللي تقدمها المرتفقين، وهذا الهدف الاول ديال اي جماعه بالنسبه كدور اساسي لعند الجماعات المحليه هو تقدم خدمات في المستوى. كاين خيارات في الحقيقه وشهاده ماشي من قبلي او من قبل السيد رئيس مجلس البلدي، وانما من طرف المسؤولين على الصعيد الوطني على الجهود اللي كيعملوا خطوط الجماعه في العلائش. كاين تجاوب مهني بروفيسيونيل مع المتطلبات اللي ما كانتش سهله، لان اعتقد بان الاغلبيه الجماعات اكثر من 11 جماعه الصعيد الوطني كتبقى جماعه العلائش هي وحده من الجماعات اللي لحد الان ناجحه في مرافقه البرنامج. ماشي شيء سهل، لان البرنامج فيه اجوبه دقيقه على المتطلبات ديالو، فيه خطوات اللي نحن بالتعليمات ديال السيد رئيس المجلس البلدي والمواكبه ديالو على تنزيلها. كاين برنامج طموح فيما يخص المقاطعات اللي نعتزم تحويلها لواحد نقط ضوء في المدينه تقدم الاجوبه والخدمات للمواطنين في اطار التقريب ديالو. المقاطعات كتعرف احنا عندنا 7 المقاطعات وعندها انتشار جيد في مدينه العريش، وبالتالي نحن بواحد البرنامج اللي تكون فيه المقاطعات تتجاوز ديك العمل الكلاسيكي اللي كتعملو في الاتجاه لتقديم واحد الخدمات اخرى تتعلق بالارشاد، تتعلق بالتوجيه، تتعلق بالخدمه عموما للساكنه. شكرا لجميع الاخوات، شكرا لجميع اطراف جماعه العلائش، واعتقد هذه فرصه باش نتبادلوا الراي اليوم بصراحه فيما يخص البرنامج. غنتقدم العروض وكنتمنى ان السيده والساده اطراف جماعه العلائش يتحلوا بالجراه، اللي عنده ملاحظه خصو يقولها، اللي عنده تحفظ خصو يقولو. كنعترف ونحن نعترف لسنا بالكمال اللازم، ولكن المؤكد بان غير الحضور اليوم اللي كاين ديال الخير في اطراف جماعه العلائش يدل بان هذا البرنامج لقى مكانته داخل اطراف جماعه العلائش. وكما كتعرفوا بان المنتخبين هي واحد الاليه اين الزوال، لان المنتخبين كيمشي منتخب كيجي منتخب، ولكن اللي كيبني جماعه اللي كيقدم الخدمه المستمره للمواطنين هو المنظور الجماعه. شكرا طبعا لكل من ساهم في هذا الاعداد ديال اليوم، وكنتمنى يسود واحد النوع ديال النقاش اللي يكون صريح ويصب في البرنامج. حنا كنكونوا اول جماعه في المغرب اللي كتشتغل جماعه مواطنه اللي خدات هذه المبادره وقرب تعرض مجموعه البرنامج ديالها امام الجميع، لان كلشي كيعرف كاين مجموعه تشتغل في برامج متعدده ديال برنامج جماعه مواطنه، ولكن هذه مناسبه باش الجميع يطلع على ما يتعلق بالاخرون. طبعا ما ننساش نشكر الاستاذه ناديه رحال اللي هي المفوضه في القسم الثقافي والاجتماعي باسم السيد الرئيس على المجهود اللي كيقوم القسم في المواكبه وعلى الاحتضان الدائم ديالو للانشطه، وشكرا.